نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات رصدت تهديدات متعددة وجادة من إيران ومن ميليشيا تابعة لها ضد القوات الأمريكية في العراق، وقالوا إن ثمة مخاوف أيضا على القوات الأمريكية في سوريا والبحار المجاورة. وأوضح أحد المسؤولين أن معلومات الاستخبارات كانت محددة لدرجة أنها قدمت تفاصيل عن أماكن الهجمات المحتملة على القوات الأمريكية والإطار الزمني لتنفيذ مثل هذه الهجمات. لذلك وصف المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إرسال واشنطن لحاملات الطائرات للشرق الأوسط بأنه حرب نفسية. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن عن قيام بلاده بإرسال حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لينكولن وقوة قاذفات في الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى النظام في طهران، بينما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان نشر الحاملة على أنه رد على المؤشرات التي تشير لوجود تهديد جديد من قبل قوات النظام الإيراني. ودعا شانهان طهران إلى التوقف عن أي استفزاز، وحمله المسؤولية المسبقة عن أي هجوم ضد القوات الأمريكية أو على مصالح واشنطن في الشرق الأوسط. انضم إلينا من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات. سيد سعد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. نحن اليوم أمام تهديدات حقيقية وجادة من قبل النظام الإيراني. نعم، الإيرانيون يحاولون الخروج من هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال، بأي وسيلة متوفرة، بأي طريقة يستطيعون أن يعني يخرجون من هذه الأزمة بأقل التكاليف مثلا. لكن الأدوات التي يستخدمونها الإيرانيون أصبحت مكشوفة لدى الولايات المتحدة ولدى المجتمع الدولي، وهي عبارة عن إن لم تكن الدولة الإيرانية وراء هذه الأمور التي تخل بالأمن والسلم العالمي، فيكونون الوكلاء المحليين الذين عرفوا بوكلاء محليين لإيران في المناطق الحساسة أو المناطق التي لإيران نفوذ فيها مثل لبنان والعراق واليمن. هناك دلائل أكيد وصلت للجانب الاستخباراتي الأمريكي أن لديهم أو اعتراضات لاسلكية من يعني اتصالات إيرانية لوكلائها المحليين في هذه الدول بعمل ما، سواء في تعرض الملاحة في باب المندب أو في البحر الأحمر أو في العراق. العراق يوجد هناك منظمات غير منضبطة تحت يد الدولة العراقية تدين بالولاء لإيران، ممكن أن تقوم بأي شيء لصالح إيران داخل العراق. لذلك أعتقد أن تحرك الولايات المتحدة يعني قبل حدوث أي شيء نوع من يعني إفهام إيران أن من كان له نية بعمل أي شيء ما يتوقف عن هذا العمل. لذلك بادرت الولايات المتحدة نوايا. سيد سعد، يعني المعلومات الاستخباراتية هنا تدور حول خطط إيرانية حتمية اليوم، أم أنها خطط مرهونة في تنفيذها بمستوى حدة التوتر بين البلدين اليوم؟ الإيرانيون أعتقد الآن لا يستطيعون التقدم شبرا واحدا لعدة أمور لوجستية وغير ذلك من الشؤون العسكرية. إيران ليس لديها القدرة على مواجهة الأسطول الخامس المتواجد في المياه البحرينية، فضلا عن مواجهتها ل المدمرة إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها، سواء المدمرات أو الغواصات أو على متن حاملة الطائرات 70 من 60 إلى 70 طائرة مقاتلة على أحدث طراز، وكذلك في البحرين. لذلك لا يوجد لدى إيران على ما أعتقد أي نية يعني للمباشرة في هذه العمليات، ولكن عبر وسائلها المحلية ممكن أن تقوم. ولكن بعد هذا التحركات الكبيرة من قبل الولايات المتحدة وإفهام إيران أن خطواتها مرصودة وأن جميع الاتصالات التي تجريها مع سواء مع الحوثيين أو مع حزب الله أو مع عصائب أهل الحق في العراق أو غير ذلك كلها مرصودة، لذلك بادرت الولايات المتحدة مرصودة إلى أي حد؟ يعني كيف ممكن توقع ردة الفعل الأمريكية الآن؟ يتحدثون عن معلومات استخباراتية حتمية عن تحرك لوكلاء إيران أو جماعات تابعة لإيران لاستهداف قوات الأمريكية في العراق وسوريا، هل يعني ذلك بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربات استباقية لها، وفي أي جهة في أي مكان يمكن أن يحدث ذلك؟
أولا الجهة التي ستقوم بالفعل سواء من قبل الحوثيين أو من قبل مثلا كزرع الغام في البحر الأحمر أو من قبل عصائب أهل الحق يعني يقابلون برد عنيف من قبل الولايات المتحدة على الموقع مباشرة. ليس هناك أي خيار، يعني الأوامر صدرت لهذه القوات بالتعامل مع الخطر مباشرة. يعني المشكلة أن الأخوة العرب الذين يعملون وكلاء لإيران، يعني مثل ما نحصل إحنا في المنطقة، يعني للأسف حتى تركيا لديها علاقة أو لديها وكالات هي عبارة عن الأخوان، والإيرانيين لديهم وكالات، هم الذين الوكلاء هم الذين يتلقون الضربات ويتلقون الأذى ويتلقون التعنيف نيابة عن أعمامهم في إيران. يعني ضربات إذا ما حدثت يمكن أن تكون في العراق، في سوريا، في لبنان بوجود حزب الله في الجنوب، أو في اليمن بوجود الحوثيين في هذه المناطق، لكن ماذا عن الخليج؟ هل يمكن أن يحدث في أي توتر؟ لا أعتقد، لأن الولايات المتحدة الخليج أي حدث في الخليج معنى ذلك أنه من قبل إيران مباشرة، ليس لهم وكلاء في المنطقة هناك. لذلك الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب، أي يعني عمل تخريبي من ناحية احتكاك بالأسطول الأمريكي أو زرع ألغام أو غير ذلك من الأمور التي قد تخل، هذا مستحيل يحدث، لأن الجانب الإيراني هو المباشر لهذا العمل. فبالتحديد سيكون الرد عنيفا سواء للأهداف البنكية المتواجدة على الساحل الإيراني الغربي أو الشرقي آسف، أو لأي سفن إيرانية متواجدة في الخليج. هناك خطط جاهزة للولايات المتحدة، ليس هناك أي أدنى يعني تسامح أو تساهل في أي فعل من قبل الإيرانيين في مضيق هرمز بالذات، أو في الخليج العربي أو في بحر العرب. شكرا جزيلا لك. من الرياض سعد بن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات.